اقول يا فضاي. هلا يا فضاي. هلا هلا. اقول اسمع، خلى عنك الطيبه والحركات. ايوه. ابغى اعرف انا ايش قاعد تسوي فيني كذا، ها؟ وتعذيني انا في كوكبي، انا كوكب الله. السنافر وتأذي اخواني وتستخدم القوة العكسية في مكاني. انا لا امي هي انت. اذكر الله يا اخي، صل على النبي، اللهم صل وسلم عليه. انا ما عمري في حياتي اذيت احد. اذيك انت يا سنفر الان؟ لا انت فضائي، من يوم اعطيناك ايوه لقافتك، من يوم اعطيناك القوة العكسية وانت ما انت مزبوط ولا اقول احترم نفسك. لا اقوم اصفك على جبهتك انت وسنفر هذا. اول شيء انت ما تستحون على وجهكم. اصلح على وجهك انت. اسقط اسقط اسقط. انت في كوكب محترم. والله فضائي عمره ما قد اذى احد. استخدم معك القوه العكسيه. هدي هدي هدي. لا اقصد معك القوه الكشيه يا حبيبي. والله راح استخدمها معك. اسقط اسقط اسقط. اس اس اسقط. بس وش فيكم انتم يا حكم سنفر؟ نعم. في فوضى في المكان هذا، وايش اللي صاير معكم؟ انتم من يوم جيتم، من يوم جيتم انتم كلكم، واحنا مشاكل مشاكل. صح ما ادري من وين تجون انتم، وهذا جالس ينافخ بعد ما يعرف انه هو مكان محترم. كوكب محترم. ما لبخت انت تظلمنا يا اخي. انا اظلم؟ ايش اللي ظلم؟ لازم تحترم نفسك انت. مكان محترم. احترم نفسك انت. أتقل. والله لا اقعد عليك. لا استخدم هدو الامور ما تجي الا بالتفاهم، ما بتجي كذا. انت اكيد في لبس في موضوع، اكيد يعني لازم نفهم الموضوع بينكم. ما هو منطقي يا فضائي ندخل نجي عندهم نسوي لهم مشاريع نعطيهم افكار في النهايه يظلمونك. هذا إيه ظلم هذا. ايش ذا؟ لا للامانه للامانه انت من يوم جيتم إيه. والمكان صار في مشاكل مشاكل. خلاص انا تحملتكم كثير واحترمتكم كثير. صح. ولازم يجي يوم من الايام لا معاكم. لكن شوف، لكن يا استاذ يا استاذي يا استاذي، لكن أنا مو استاذ. تقدر الاشخاص اللي يجون يتعبون يعطونك افكار، اما تظلم جعدر وتظلم فضائي وتظلمنا. ممكن البلا فيك انت والسنافر. لا البلا مو فينا. لا 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 اصبر. ايوه نسى يمكن شيء. يعني شلون يعني؟ يا بوري يا فضائي لو سمحت اسمعني. فضائي هل الكلام هذا منطقي فضائي انه يتكلم علينا يظلمنا يا فضائي؟ لا 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 لا، الموضوع في انه احنا ما ودنا بصراحه نستعجل في الموضوع لين نفهم بشكل طبيعي. اوكي احنا فاهمين. ما تشوف طاقمك الجديد هذا؟ انت اللي بغيت تقول عكسيتك مضبوط. لا والله شوف عكسيه. لازم نفهم الموضوع من مين هذا. ما ينبع الكلام هذا. الكلام هذا احسه ما هو بوري. يا بوري وش ذا؟ وش اللي صاير؟ وش هذا يا جماعه؟ وش هذا؟ وين اللي يسوي فينا كذا؟ طلعتوا ما هو انتم؟ اي والله مو حلو. انا ما قلت لكم، انا ما قلت لكم ان في واحد هنا جالس يسوي فينا هذه الحركات. الحمد لله انا سنافر. لا لا في ان في الموضوع، في ان في الموضوع. تعالوا تعالوا قوموني قوموني اخواني. تعالوا خلينا نروح نشوف الفطر. يلا نروح نشيك يا حبة ناقصة ولا ايش؟ تعالوا خلينا نشيك على الفطر. يلا 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 تعال قوم يا بوري. حصل تعال قوم يا بوري. قوم يا بابايا. قوم يا بوري. اي 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 يا فضائي. هلا. لا 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 ل